السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بطبوط معمر بالحشوة ديال الشاورما، تيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير، فنتمنى لكم فرجة ممتعة. ويلا نبداو بسم الله. فبالنسبة للطريقة ديال التحضير، غادي نحضر الحشوة. ففي مقلاة درت واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ممكن كذلك تعوضوها بزيت نباتية. ضفت واحد البصلة متوسطة اللي قطعتها الى شرائح، وممكن كذلك تقطعها الى مربعات صغيرة. ضفت واحد 300 غرام من صدر الدجاج اللي قطعته الى شرائح جد رقيقة، وغادي نخلي الكل كيتشحر يعني حتى تطلق ليا ديك البصلة الماء ديالها، وكذلك حتى الدجاج تيولي اللون ديالو مائل الى الابيض. صافي، هنايا كيف ما كتشاهدوا فهاديك البصله راه طلقات الماء ديالها، والدجاج كذلك حتى هو ولا اللون ديالو فاتح. فغادي نتبلهم. بالنسبه للتتبيله او البهارات، عندي ملعقه صغيره من بهارات الشاورما، ملعقه صغيره غير مملوءه من الزنجبيل سكينجبير، نصف ملعقه صغيره من بودره الثوم، واحد رشه من الكركم، والقليل من الملح والفلفل الاسود. بالنسبه للبهارات ديال الشاورما، انا كنت فايتة نزلت لكم طريقه التحضير ديالهم، غادي نخلي لكم الرابط ديال الوصفه اسفل الفيديو في صندوق الوصف. فهاد البهارات ديال الشاورما تيجيو رائعين جدا وسهلين في التحضير، ودائما يعني تتبقى عندي واحد القريعه ديال البهارات كدائما يعني كتبقى لي على طول العام، فوق ما كتسالي ليا كنحضرها. صافي، غادي نخلي يعني ديك التتبيله كتشرب مع الدجاج، وكذلك الحشوه يعني كتنشف من اي سوائل. صافي، هنايا راها جاهزه كيف ما شاهدتوا، ديك البصله راها طابت، الدجاج كذلك راه طاب وتشرب التتبيله مزيان. ففي الاخير غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي او الزبادي الطبيعي، وغادي نخلط الكل مع بعض حتى يتشرب ليا الدجاج داك الزبادي او الياغورت وينشف ليا. صافي، هنايا كتكون الحشوه ديالنا راها جاهزه، غادي نمروا باش نعمروهم في البطبوط. فالحشوه ديالي ها هي راها جاهزه، غادي نرافقها مع واحد الصلصه. في اناء درت واحد الملعقه طعام من مبشور الكورنيشون، ما عرفتش بالضبط الاسم ديالو، يمكن الخردل، يمكن ما ماشي متاكده بالضبط. ضفت واحد الملعقه صغيره من المايونيز، ملعقه صغيره من الكاتشب، وندير ديك نصف الكميه ديال الياغورت الطبيعي او الزبادي الطبيعي اللي تبقات لي، يعني واحد 2 معالق كبار غادي نعاود نضيفهم. بالنسبه لهاد الصلصه هذه، ممكن تنكهوها او تسموها باي نكهه كتفضلوا، يعني ممكن ديروا الياغورت الطبيعي مع المايونيز فقط، او مع الكاتشوب فقط، او مع بودره الثوم او الزعتر، يعني تنسموها باي نكهه كتفضلوا. صافي، هنايا ديك الصلصه ديالي راها جاهزه، غادي نحتاج كذلك شويه ديال الخس وشويه ديال الطماطم، ممكن تضيفوا الذره، ممكن تضيفوا كذلك البصل، لكن انا البصل طيبته في الاول مع الدجاج، داكشي علاش ما درتوش معاه. فبالنسبه للبطبوط، هنايا راه عندي جاهز يعني حضرته من قبل، راه كنت فايت نزلت لكم طريقه التحضير ديالو في القناه، تيجي منفوخ وخاوي من الداخل مع طريقة الاحتفاظ به في المجمد. غادي نخلي لكم الرابط ديالو أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى بغيتو يعني تشاهدوه. صافي، في الأخير غادي نبدأ يعني كندير تنعمر دوك البطبيطات. غادي نحتاج كذلك لواحد القطع ديال الجبن المثلث، وهو اختياري، يعني غادي ندهن به داك البطبوط، يعني ماشي بالضروري أنكم ديروه. فكنفتح البطبوط يعني بالسكين، كناخذ واحد واحد القطعه صغيره من الجبن، يعني واحد الكميه قليله، كندهن بها الخبز ديال البطبوط. كيف ما كتشاهدوا فراه تيجي خاوي من الداخل، يعني ما تيجيش معجن ولا شي حاجه. ندير قطعه من الخس، ندير كذلك قطع ديال الطماطم. انا هنايا الطماطم قطعتها الى قطع الى مربعات صغيره، حيت لها البذور، وكذلك القشره وقطعتها الى مربعات صغيره. نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الصلصه، وغادي نملا بالحشوه ديال الدجاج بنكهه الشاورما. هاد البطيبات هادو تيجيو لذات بزاف بنكهه الشاورما، كتكون عاطيه فيهم، يعني هكا يعني كنحاولوا نخرجوا شويه على داك الطعم اللي تولفناه، يعني الطعم المغربي ديالنا.
فنعاود معكم واحده اخرى. فخديت يعني خبز البطبوط، دهنته بشويه ديال الجبن، درت واحد القطعه من الخس، القليل من الطماطم، كي قلت لكم ممكن تضيفوا الزيتون، تضيفوا الذره يعني في الحشو، يعني ممكن تغيروا فيه. ضفت واحد الملعقه صغيره ديال الصلصه، وكنعمر واحد الكميه من الدجاج. صافي انا غادي نبقى مستمره يعني حتى نكمل الحشو ديال البطبوط. وهكا تيكون البطبوط ديالنا راه جاهز، تيجي كيف ما شفتوا يعني تيجي لذيذ بزاف. الحشوه جد سهله وبسيطه، خاصه الا كانت عندكم يعني البهارات ديال الشاورما جاهزه في البيت، وحتى لما كنتوش وجدتوها يعني ممكن راها كتباع في المحلات الكبرى. فنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشتركوا في القناه، ولذلك بالضغط على الزر الاحمر اشتراك سابوني او سبسكرايب، ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء والعائله ديالكم. لاي استفسار او اقتراح انا راهنا اشاراتكم، خليهم لي في التعليقات، والى الفيديو القادم ان شاء الله. بصحه وراحه.